هنا يا شباب كسر ترند صاعد من قاع كورونا أنعم، ورجع اختبره ورجع طاح. لكن نلاحظ في الشارت الاستراتيجي في أنعام إنه بيلعب فوق المتوسطين على الشهري، هو الآن فوق 50 وعندنا 100، وسبق له إنه كسره مسجل الأدنى في شهر 9/18/68، هذه 18/68 كانت الأدنى في شهر 9/18/68، وهي من المناطق برضو قريب من بعض المناطق التاريخية. نحن لو عاكسين الفيبو في أنعام من قاع الموجة إلى قمة الموجة هتلاقوا إنه أنعام صحح أكثر من 78 فيبو. بس تعالوا شوفوا إيش في حاجة مهمة هنا على الشهري. إذا سحبنا الفيبو من 6.44 ريال هللة، اللي هي تعادل الآن بعد تخفيض رأس المال ورفع رأس المال باكتتاب حقوق أولوية، صارت كأنه القاع 6.44 ريال في كورونا، الهاي هنا 93 سار علينا و20. شايفين الآن منطقة 78 فيبو ولا إغلاق شهري منذ أن كسرها بعد التخفيض رأس المال، ولا إغلاق شهري فوقها، كسرها في شهر 6 ولم يغلق شهريا فوقها اللي هي 25 ريال. سبق له أن صعد فوقها وجاب 28.80، يعني راح اختبر الترند المكسور تمام، ولكن لما بدأ ينزل شوفوا ولا إغلاق. الآن هو يتداول فوقها الآن 25-55، لذلك الآن بما أنه متحرك فوقها نحطها في ظهرنا كدعم ونقول ما إيش عنده على الشارت اليومي. عنده على الشارت اليومي الآن خلونا نشوف هذه المطبات، إيه وشوفوا ها جنى أرباحه منه. شوفوا هذا المطب 26-15 كانت مقاومة، السهم وصل عند 26، يعني نقول إن شاء الله ما يرجع يكسر 25-25.25، لأنه لو بدأ يكسر ويرجع ممكن تكون شمعة للتصريف والعودة من جديد. ودائما الدعوم الأساسية هي المتوسطات 100 و50، طبعا 50 يقرأ 23.25 والمية تقرأ 23.85، ودائما هذه دعوم المضاربية قريب منتصف البولينجر. هو الآن الشمعة قفزت خارج البولينجر على اليوم، لذلك لا تقبلوا بأن يغلق فيكم تحت 25 ريال، لأن 25 بتضعف السهم وتخلي الشمعة دي كأنها شمعة تصريف ألفا. أما لو تخطى 26.15 فهذا مؤشر إنها ممكن تدفع السهم وتكشف مع مستويات قريب 27 على النظرية، ثم بعد ذلك في حال الاختراق أكبر طموح للسهم إننا نشوفه قريب متوسط 200، متوسط 228.